مرحبا بك في عالم وصفات دريم ويب. استمتعي بشرائح جوي أوريو الشهية هذه. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى مغلف من مسحوق دريم ويب كمكون، ومغلف من مسحوق دريم ويب للطبقة العلوية، وهذه المكونات. ابدأي بتسخين الفرن مسبقاً بحرارة 180 درجة مئوية، ثم ادهني الصينية قبل صفها بورق الخبز. الآن اصنعي القاعدة في خلاط طعام، ضعي زبدة، الدقيق والسكر الناعم، واخلطي حتى يصبح الخليط على شكل فتات خبز. اضغطي الخليط إلى الصينية المحضرة مسبقاً قبل وضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة. أثناء خبز القاعدة قومي بتحضير الطبقة العلوية. في وعاء ضعي مسحوق دريم ويب، الزبدة الذائبة، البيض المخفوق والسكر البني. باستخدام خفاق كهربائي اخفق المزيج حتى يختلط، ثم قلبي في بسكويت أوريو المفتت. حالما ينتهي طهي القاعدة أضيفي الطبقة العلوية فوقها قبل إعادتها إلى الفرن لتخبز لمدة 20 دقيقة إضافية. أخرجيها من الفرن حالما تصل الطبقة العلوية إلى الأطراف، وضعيها على رف ليبرد. بعد أن يبرد قطعيه إلى أصابع، ثم حضري دريم ويب للطبقة العلوية باتباع الإرشادات على العبوة، وقدميها في زبدية بجانب شرائح كيك جوي أوريو. ستجدين وصفة شرائح كيك جوي أوريو لذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لعالم كامل من الوصفات.